سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. اليوم فيديو جديد، مرحبا بكم. اليوم جولة في التيندا ديال تيدي، اللي صراحة هي من بين افضل بلايص اللي كنلقى فيهم لوازم الحلويات. فيها كل الاشياء اللي خاصة في المنزل، من ديكورات، من اواني ومنظمات المطبخ، من ادوات ديال الدراري الصغار، اشياء الجردة، لعاب، اشياء الحيوانات. فيها من كل حاجة شوية. هي ماركة المانية والمنتوجات ديالها زوينين بزاف. هي شبيهة باكسيون، غير اكسيون كاينة في فرنسا وفي بلجيكا، وحنايا عندنا هنايا تيدي. المهم ما نطولش عليكم، نخليكم تشاهدوا الفيديو ونتلاقاو من بعد.
انا رجعت معاكم من جديد باش نوريكم شنو خديت من المحل ديال تالي. اول حاجه خديت كانوا هادو باش نحطهم، نحطو فوق منهم هكا الطبيصلات كيجيو زوينين. خديت منهم جوج هاد الدوري وخديت اربعه من هادو. وخديت هادو ديال الكوزينه، هادو ديال الاتاي وديال القهوه والسكر. بالنسبه للثمن ديال هادو 5 اورو. بغيت نوريكم واحد القضيه تبقاو تردوا معاها البال. الثمن الفوقاني كيكون دائما ديال المانيا، الثمن ديال اسبانيا هو هذا التحتاني كيكون مكتوب هكا صغيور، بحال مثلا هذه دايره 4 اورو. الثمن ديال اسبانيا هو 5 اورو، هو هنايا كيبان، ما عرفش واش كيبان لكم نتوما ولا لا. 5 اورو دائما الثمن الثاني هو اللي خصكم تديو عليه. بالنسبه لهادو خديت في هذا الكولور، وخديت هذا في البيض هكا. هادو كيجيو في الكوزينه، غادي نخليهم هنايا نيت. وخديت هادو، خديت هاد لي طاس، انا من عشاق لي طاس، كيعجبني كل مره نبدل الطاس ديالي. خديت هادو زوينين ديال الورد. وخديت هادو مثلا تقدروا تحطوهم بحال هكا وتحطوا فوق منهم الكاس، كيجيو زوينين. وخديت هادو خديت منهم 4. هادو ديال البيض مسلوق، كيجيو زوينين حتى هما فوق الطابله، كيديكوريو الطابله ديالنا هكا. خديت 4. وخديت هادو حمكوني. خديت هادي وخديت معاها هادو. هادو بالنسبة تقدروا ديروا فيهم الحلوى، ولا تقدروا ديروا فيهم مثلا في بيت النعاس ديالكم تقدروا ديروا فيهم بيرفوميس كريمانس اي حاجة. هادو الثمن ديالهم صراحة ما غاليش بزاف، الثمن ديالهم ديال المانيا كانوا 7 اورو، والثمن اسبانيا هو 8 اورو. وهذا حتى هو 8 اورو، ما عرفش كيبان لكم مزيان. وخديت هذا الديكوراسيون، هذه كتعلق في الحيط في بيت النعاس ولا في اي بلاصه بغيتو نتوما، هذه غير ديكوراسيون. المهم عجبتني خديتها، ما عرفتش واش غادي نديرها في البيت ديال بنتي. وخديت ليها هاد المري، عندو هاد التاج هنايا. وصلنا لاخر الفيديو، كانوا هادو هما المشتريات ديالي من تالي، تقاسمتها معاكم. بالنسبة للحانوت تالي راه كاين في جميع المدن ديال اسبانيا تقريبا كاملة، ما عليكم الا ديروا في جوجل تالي وتقلبوا واش كاين في المدينة ديالكم وتقلبوا بالضبط البلاصة فين كاين. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، يكون خفيف ظريف عليكم. كنتمنى يعجبكم هادشي اللي تقاسمت معاكم. وبالنسبه للاثمنه راه ما كاينش الفرق بزاف ما بيناتنا وما بين المانيا، الفرق قليل ديال سنتيموس ولا ديال اونيورو، الماكسيمو اونيورو، ولكن يستاهل الصراحه، ما كاينش الفرق كثير بزاف.
المهم ما نطولش عليكم، كنتمنى اللي مازال ما شاركش في القناة ديالي تشترك وتخلي لي تعليق ودير لي لايك، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامة.